جاء في الحديث الصحيح متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عند قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. ثم قال: فيؤتى بأناس من أصحابي فيؤخذون ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. يقول: فأقول مثل ما قال العبد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول قبيصة راوي هذا الحديث، يقول: هم المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.